أهلا وسهلا مشاهدينا، ختام هذه المساحات الصباحية الندية برفقتكم بفقرة مهمة جدا، هي توحد وجدان الأمة، لأن السودان بمختلف ثرائه الممتد فينا ماحيين على البسيطة هو ممتد بكثير جدا من القيم المجتمعية وبكثير جدا من الإيقاعات، ودائما نتكلم عن الموسيقى هي توحد ولا تفرق، بالعادة السياسات دائما تفرق، فلكن الموسيقى والجوانب الشعبية والجوانب الثقافية هي توحد وجدان الأمة. أنا سعيد في هذه المساحة ألتقي بالأستاذ وليد حسن علي، الباحث في التراث والموسيقى، الحديث أكثر عن دور الموسيقى ودور التراث والإيقاعات السودانية في توحيد وجدان الأمة. أهلا وسهلا، صباح الخير. أقول سلام لكل المشاهدين داخل وخارج السودان، كل المحبة والإحترام، وأنا سعيد جدا جدا يا حمزة اللي أكون معكم يعني في صباح الشروق، والتحية للشروق ولكل القاصي في الشروق، وكل سنة وانتم طيبين المشاهدين الكرام بمناسبة الاستقلال. يعني نسأل الله انه يعني مزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار، ونقول وطن واحد، سودان واحد، سودان للجميع، وطن شامخ حنبنيه لقدام ان شاء الله، حنبنيه ونشيل الحد شويه، نبدا طوال في البناء. يعني ايقاعات السودانيه ايقاعات ممتده فينا من زمن بعيد، يعني وما ممكن نحصرها ذاته في مساحات ضيقه، وفي ايقاعات وافده برضه من السودان، فنتكلم عن ابرز الايقاعات السودانيه لوحدة وجداننا في السودان. السودان حضاره، تاريخ، انسان، وما اجمل هذا الوطن، ويعتبر التنوع يعني مرتكز اساسي في تعزيز القيم الاصيله في توحيد شنو هذا الشعب العظيم. وانا اقول ان السودان هو ابو الدنيا، ارض الحضاره والتاريخ، والايقاعات السودانيه يا استاذ حمزه يعني بتمثل يعني دور، لها دور اساسي في كيفيه انه نعزز بها القيمه الحقيقيه بالنسبه للبشر في هذا الوطن الجميل السودان. ودار اقول انه الوطن يعني فيه كميه من الارث والتنوع، وهذا التنوع يعني يمثل شنو يعني عبر مواقع جغرافيه. اذا جينا وسطنا مشينا الشمال، التحيه للشمالنا حبيب، حيث ايقاع الدليب وايقاع شنو الطار، ونمشي السانكوب في شرقنا الدروب، نقول له التنين الدبايوا، ونرجع قريبنا سوداننا في غرب السودان ولهم التحيه دارفور الحبيبه، الفرنجبيه، ابو غزه والكسوق وكل الايقاعات الجميله، وفي كردفاننا شنو الدرملي والمردوم والكرن والنيل الازرق الكلش والوازح. السودان قاره من التنوع، تلك الايقاعات بتمثل يعني قيمه حقيقيه في شنو في تعزيز القيمه بتاعت السلام والتسامح والمحبه في كل المجتمعات اللي احنا عايشين فيها. هسه احنا في على ضفاف النيل الخالد، يعني ممكن نخلق جو بتاع محبه وتسامح في لمة يعني جميلة جدا جدا، يعني نعكس بها التراث والقيم والموروثات الشعبية بتاعتنا. أستاذ وليد، يعني لو تكلمنا عن أقاليمنا في السودان ووجود هذه الإيقاعات، هي بشكل دافع رئيس بالنسبة لحياتهم اليومية، في حياتهم العامة، في مناسباتهم الاجتماعية، في مواسم حصادهم. يعني إذا كان الوازة بننشدها في إقليم النيل الأزرق أو حتى إيقاعاتنا المختلفة، فنحن في ظروف صعبة بنعيش الآن، ظروف صعبة محتاجة للوحدة ومحتاجة للتماسك، قدر كيف ممكن إيقاعاتنا دي تقدر توحدنا ما تفرقنا، خاصة إنه إحنا نقدر نخاطب أهلنا من خلال العمل الثقافي. والله يا أستاذ حمزة، أنا الآن كباحث وكموسيقي بدعي كل المهتمين والموسيقيين، عندي حاجة اسمها مبادرة اللي هي شنو دور الفن والتراث والإيقاعات في تعزيز شنو السلام والمحبه ومناهضه شنو خطاب العنف والكراهيه. يعني احنا ممكن نوظف الايقاعات في كيفيه انه يعني نوعي بها المجتمع، كيفيه انه احنا نعزز بها شنو الروح الجميله، ممكن نعزز بها شنو منصه تلم بها كل شنو بتاعت ملتقى لكل المجتمع السوداني في لوحه بتاع السلام، لانه الشخصيه السودانيه في حد ذاته يعني شخصية جميلة خلاقة جدا، وشخصية خلاقة، وفي نفس اللحظة يعني السودان يعني تحرقه وبعانقي وعماني شقيطه وابطال، يعني ديل كلهم هؤلاء كانوا يعني لهم يعني شنو اسهاماتهم في التاريخ، زائد انه في الحضارة الكوشية ذاتها، برجع لك لورا شوية انه كان شنو في الطبول، لانه الحياة دي كلها يعني احنا اذا جينا حسبنا الدراسة كل الحياة دي جات عبر شنو الحضارة، لان احنا اصحاب صح حضاره يا استاذ. واحنا ممكن شنو نوظف الايقاعات دي في كيفيه انه نحقق بها سلام، ليه؟ لانه الفرح والمحبه مرتبطه شنو بالايقاع، لانه الايقاع له دور شنو كبير جدا صحيح. في لمه المجتمع، وفي كيفيه انك تخلق بها شنو لوحه مشهديه معبره
بتعزز الروح الجمالية بالنسبة للإنسان في أي زمان وفي أي مكان. أستاذ وليد، بما أنك مهتم بالتراث وبالموسيقى ولكن كجزء تاريخي قليلا، بالأمس أو قبل أيام تم نشر يعني أبحاث علمية من جامعة أكسفورد تؤكد أن أصل البشرية هو في السودان، وأن أسلاف العالم وأجدادهم هم المحور الرئيسي وارتكاز الرئيس لهم من السودان ومساوي من السودان. قدر كيف الحاجة ممكن تبعث ديوان الأمل إنه لإعادة التاريخ وكتابته بصورة الحقيقية اللي شوهته كثير جدا من الأمم يعني؟ طيب أنا بقول للمشاهدين، شايف اليومين في المنصات التواصل الاجتماعي ونفس الكلام اللي قلته عسى في الشاشة، إنه الكلام اللي قالوه ده ما غريب وما قديم، لأنه إحنا أساسا هو ده الحقيقي. حضارة 7000 سنة قبل ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه إحنا أصل حضارة السودان ده المهد البشرية يعني من هنا كويس. وفي نفس اللحظة في مناطق أثرية حتى الآن لن تشاف، ليس الحضارة الكوشية، هنالك حضارة في جبل مرة، حيث النقوش وحيث الصقور المكتوب فيها المنقوشة فيها كتابات. طمس الهوية، كيف نعيد إعادة تجديد من جديد؟ طيب كيف نعيدها دي؟ نحن محتاجين لمنصة كيف إنه يعني كل الناس الشرفاء اللي بهمهم تاريخ هذا البلد من جانب هيستوري ومن جانب انثروبولوجي، إنه نخلق منصة. أنا من هنا بدي بدي كل المهتمين كناشط ونظام المجتمع المدني إنه نحقق منصة كيف انه نقدر نخلق بها شنو، او نقدر نعمل بها شنو، يعني نلم بها شنو التاريخ الحقيقي، لانه في تشويه كان شنو وطمس الحقائق. طيب استاذ وليد، بتتكلم بحرقه كده عن الوطن وهمك المشترك، ما تكلمنا عنك يعني، في لابد انه نتكلم قليل من منتوجك اللي انت قدمته بالنسبه للمتابعه، خصوصا الموسيقى والتعامل مع كثير من الموسيقيين والفنانين. الله يا اخي، من هنا بحيي كل مبدعي بلادي على امتداد الوطن داخل خارج الوطن، واحيي الفنان السوداني ما والان هو في مو علي في هولندا، وكل المبدعين. انا عملت مع مجموعه من الموسيقيين، يعني انا كموسيقي عازف كيبورد ومهتم بالتراث الشعبي وناشط المنظمات، يعني في تجارب لحنيه متعدده مع الاخ الصديق الفنان الجميل جدا وليد زكي الدين، يعني حصل لي تعامل معه في عدة أعمال، ولي تعامل برضه مع الأخ الفنان الجميل جدا أحمد الفاتح زولو كان في التسجيلات، وتعاملت مع الفنان عادل مسلم من هنا لهم التحية، وبرضه الفنان إكرام فضل، والشعراء أخونا حسين شنقراي له التحية الآن هو في أمريكا، وأيضا الأستاذ مجاهد آدم تعاملت معه كشاعر، وأخونا أحمد أبو بكر الحمزابي، ومجموعة من الشعراء اللي عملت معهم ولهم كل الامتنان والاحترام. والآن يعني لدي تجربة وبريد ضخم جدا، يعني أنا بدعي كل المبدعين عن محمل السلطان علي دينار، لأن السودان كان بتكسر الكعبة اللي هي الكعبة قبلة المسلمين. الآن في وبريد جاهز ملحن، وهذا الوبريت يعني سوف يضم كوكبة نيرة من كل النجوم الإبداع داخل البلاد، وسوف نستعين برضو من مبدعين من السعودية ومصر، وهيكون هذا العمل يعني كعمل جديد منتوج ضخم، والشروق إن شاء الله لها الرعاية الإعلامية. أنا عجبني فكرة إن التنوع الداخل والخارج بخصوص ذات المهتمين والموسيقيين والفنانين، موضوعك ده فيه برة كثير يعني، فيه أمريكا فيه دولارات كثيرة كده يا أستاذ وليد يعني. فالمال أهم شيء. اللي إحنا القسمة مهمة. جدا قدامنا. أيوة أستاذ وليد، في الجزئية الأخيرة دي اللي نتكلم عن شنو؟ إنه إحنا في السودان محتاجين للاتحاد، والاتحاد ما فقط في مجالات معينة، مجالات متعددة، فأنتوا كموسيقيين وكمهتمين بالتراث المفروض برضه يكون في اتحاد جمعي تنشدوا من خلاله الوحدة، وتنشدوا من خلاله كثير جدا من الأبحاث حتى إنه تبينوها بالنسبة للمجتمع، فكيف الشراكات والتشبيك مع أبناء جيلك أو من أهل الاختصاص نفسهم يعني؟ والله أنا من هنا بحيي اتحاد المهنة الموسيقية أنا كعضو فيه، وبحيي كل الموجودين الأعضاء الفنانين والموسيقيين في اتحاد المهنة الموسيقية، وفي نفس اللحظة يعني لابد إنه إحنا نوظف هذا الفن الجميل في إطار السوشيال ميديا وإطار القنوات، إنه نوظف هذا الفن في حاجات يعني إيجابية تخدم البلد. إحنا أصحاب حضارة، أصحاب تاريخ، أصحاب إبداع، يعني إحنا شعب عظيم جدا. الآن الوضع الراهن ده إحنا ممكن نوظف الفن في كيفية إنه نخلق سماحة ومحبة واحترام وتقدير، ويكون في قبول، زائد إنه كيف إحنا نقدر نمبس خطاب العنف والكراهية عبر توظيف شنو الفن والثقافة والتراث، زائد الآن الملف بتاع المقدرات والحاجات خاصة في البلد دي، يعني احنا ممكن كل الحاجات دي يكون شغل تاع اويرنس، ممكن احنا نقلك شنو برنامج تاع اويرنس
التوعية من التبعية عبر الفن والدراما. تحية لكل الدراميين والموسيقيين إن شاء الله. اليوم التحية وكمان نشوف على امتداد وطننا أنه ندخل في كل مناهجنا الأهمية بعملية دراسة التراث ودراسة التاريخ السوداني بشيء من التفصيل بعيدا عن المعلومات الكثيرة والقراءة الكثيرة. يعني أنا مقدر جدا أستاذ وليد حسن علي الباحث في التراث والموسيقى على حضورك صباحا في صباح الشروق وعلى كل المعلومات اللي اختصرتها في مساحات ضيقة جدا. كتر خيرك وإن شاء الله نلتقي في مساحات ثانية. شكرا. تسلم تسلم كثير أستاذ حمزة، والتحية عبرك لكل التيم العامل خلف الكاميرا والمخرج ولكل المشاهدين الآن على امتداد الوطن. وأوصيكم الوطن 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 والوطن السودان بلد عظيم جدا، وكل الامتنان والاحترام والتقدير مقدم لكم، وأجدد كل الامتنان لكم يا المشاهدين على امتداد الوطن، وتحية خاصة للأصدقاء والأحباب على امتداد الوطن داخل وخارج الوطن، ونقول سلام. شكرا جزيلا.